فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الرحم الذي يجب وصله ويأثم الإنسان بقطعه؟ وهل الأخت من الرضاعة وابن العم وبنت العم منهم؟ القرابة من النسب من جهة الأم ومن جهة الأب، القرابة من النسب، هؤلاء هم أولو الأرحام الذين تجب صلتهم، وأبناء الأعمام من الأرحام. نعم. أما الرضاع، الأخت من الرضاع والأم من الرضاع والأخ من الرضاع، فهؤلاء ليسوا قرابة، ليس لهم حقوق القرابة، لكن إذا أراد أن يكرمهم من باب المكافأة والإحسان هذا شيء طيب، لكن لا يجب عليه ذلك. أما صلة الأرحام فهي واجبة، قطيعتهم محرمة، أما صلة الرضاعة هذه لا يجب بها شيء إلا من باب المعروف وحسن الخلق معهم. نعم.